السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي احنا زي ما احنا عارفين ان في اشياء ما تظهرش وتاخد لها شهرتها الا في مواعيد معينة، وقد يكون مواقع كذا زي الاحتفالات، والناس بتطلع للمنتزهات بتتزاور، ومواعيد اهو الواحد بيشوف مناسبات كثيرة جدا سواء وفقا لاعتبارات معينة، قد تكون دينية زي الأعياد الدينية، وقد تكون طبيعية اهو زي الأعياد الطبيعية بالنسبة للفصول، تغير الفصول وما قد يحدث فيها من أشياء بتفرح البشر، تفرح الناس، وقد يكون هناك أيضا اعتبارات شخصية زي مناسبات الإنسان اللي بيحتفل والله بعيد ميلاده، اللي يحتفل بتخرجه، اللي يحتفل بزواجه، اللي يحتفل بكذا إنجازاته، أشياء كثيرة جدا الواحد بيجدها ما تبانش وما تعرفش إلا مات وقتها، أو يعني ما تظهرش، أشياء معروفة ولكن ما يعطوش لها الاهتمام إلا لما يأتي وقتها المناسب لها الذي يكون يعني قد أعطى مرحلة ما مرت سنة أو 10 سنين أو 5 سنين أو 20 سنة أو 15 سنة، أشياء زي كده هو بيكون لها يعني اهتمام، و دي طبعا أشياء الواحد يراها بشكل جماعي، ولكن في أشياء شخصية قد يقتني الإنسان أشياء ولما يمر عليها بردك وقت معين بيكون لها يعني ذكرى حلوة في حياته، إنجازات ما بحققها، كتب، أفكار، ولا علاقات معينة فيها إنجازات، هذه كلها أشياء حلوة جميلة كويسة الواحد لما يطلع على أشياء القديمة زي ما بيقول خلاص مرت وانتهت الفترة المزدهرة فيها، وأصبح التكرار المستمر الذي قد يحافظ عليه الإنسان ويريد أن يحافظ عليه نظرا لما قد يكون فيها من أهمية في حياته أو في إنجازات بتتحقق بشكل أو بآخر.